بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على ثايروتوكسيك كرايسيس او ثايرويد ستورم. دي عباره عن اكيوت اكسسربيشن اوف ثايروتوكسيكوزيس. هو عيان عنده هايبر ثايرويديزم، هو كرونيك لكن داخل في اكيوت اكسسربيشن. هي انكومون لكن هي سيريس كومبليكيشن اوف هايبر ثايرويديزم. بيحصل مع جريفز ديزيز او مع التوكسيك مالتي نوديولار جويتر. عيانين الجريفز ديزيز او التوكسيك مالتي نوديولار جويتر عرضه انه يحصل لهم الثايرويد ستورم او الثايروتوكسيك كرايسيس. الثايروتوكسيك كرايسيس ممكن نفسرها بالسيتوكاين ريليز. بيحصل ريليز السيتوكاينز او ان هي بسبب الاميونولوجيكال ديستربنس. الاميونولوجيكال ديستربنس لها بريسيبيتيتنج فاكتور زي التروما، السيرجري، توكسيميا اوف بريجنسي، دايابيتيك كيتو اسيدوزيس، الابورشن. ده ممكن يدخل العيان في ثايرو توكسيك كرايسيس. يعني كل البريسيبيتيتنج فاكتورز ده هي تؤدي الى سايتوكاين ريليز، تؤدي الى المانيفستيشنز اوف ايه اوف ثايرو توكسيك كرايسيس. طب بيجي العيان يشتكي من ايه؟ سيفير هايبر ميتابوليزم، معدل الميتابوليزم والتمثيل الغذائي يزيد. يجي يشتكي من فيفر، سويتينج، تاكي كارديا، اريزميا، ممكن يخش في بالمونري اديما، كونجستيف هارت فيلير ممكن يحصل. مع البروجريشن اوف ذا ديس اوردر ويبدا الموضوع يزيد، ممكن العيان يخش بقى في السي ان اس كومبليكيشن، اجيتيشن، كونفيوجن، كونفالشن، كوما. خلاص دي المانيفستيشنز بتاعت الثايرو توكسيك كرايس اللي هي بتحصل في عيان الهايبر ثايروديزم الجريفز او المالتي نودولار جويتر بسبب غالبا immunological disturbance او السيتوكاين ريليز. طيب نتعامل معاها ازاي؟ اول حاجه في التريتمنت لازم نعمل ريهايدريشن للعيان لانه عنده هايبر ميتابوليزم، فنديله بالانترا فينوس فلويد غالبا بيكون نورمال سلاين عشان العيان يبقى ري هايدريتد. خلاص انا المشكله عندي فورمين مين في الثيروكسين، ابدا اقلل من السنسز اوف ثيروكسين واقلل من الريليز. اقلل من السنسز اوف ثيروكسين استعمل دواء زي بروبايل ثيوراسيل. اقلل الريليز اوف هرمون بالايوديد، بالصوديوم ايوديد. طيب ممكن ندي الهيدرو كورتيزون هيمي ساكسينيد من 50 الى 100 مللي جرام كل 6 ساعات انترافينوس. طبعا ليه؟ ان الكورتيزون انتي ستريس. ليه انتي ستريس وانتي شوك افكت؟ ودي هنتكلم عليها واتكلمنا عليه بالتفصيل في لما اتكلمنا على الكورتيزون. قلنا هو انتي شوك وانتي ستريس، غير انه بيقلل من تحول التي 4 الى تي 3. التي 4 ده بيبقى ليس اكتف ذان تي 3. تي 3 هو الاكتف فورم اوف هرمون. الكورتيزون بقى بي ديكريز الكونفرشن اوف تي 4 تو تي 3. نعالجه بايه؟ بالبروبرانولول. ليه؟ لان زياده الثيروكسين بيزود السمباثيك تون. خلاص فبيديني المانيفستيشنز بتاعت السمباثيك اوفر اكتيفيتي. فبندي ايه propranolol to suppress many signs and symptoms of thyrotoxicosis. في عندنا hyperpyrexia هنستعمل لها ايه؟ ice packs to control الhyperpyrexia. يبقى دي main lines of treatment of thyroid storm. اهمهم طبعا البروبايل ثيوراسيل عشان نقلل الهرمون سينسز، والصوديوم ايوديد عشان نقلل الهرمون ريليز، والهيدروكورتيزون عشان نقلل الكونفرشن اوف تي 4 الى تي 3. البروبرانولول ده ممكن يكون لايف سيفنج. ليه؟ انه سبريس ميني ساينز سيمبتومز اوف هايبر ثايرويديزم ريليتد تو سبريشن اوف سمباثيك اوفر اكتيفيتي والايس باك تو كنترول الهايبر بايركسي. تمام ده لو حال الثايرويد كانت اوفر فانكشن فبتعمل الثايرويد ستورم. العكس بقى لو هي كانت
الفانكشن بتاعتها قليله، بيسموها الميكس ديما كوما، ريلايف ثريتنج كومبليكيشن with high mortality rate. High threatening complication with high mortality rate. بتبقى more common في ال old old patient, elderly patient اللي غالبا عندهم pre-existing hypothyroidism. هو أصلا عنده hypothyroid، في مشكلة في الثيرويد هي hypothyroidism. Undiagnosed، ما بياخدش العلاج بشكل منتظم، فممكن يخش في حاجة اسمها الميكس ديما كوما، لها بريسيبيتيتنج فاكتور. عيان بياخد الكحول، سيداتيف، ناركوتيك ابيوز، الاوفر يوز اوف انتي ثايرويد ايجنت، بياخد الثايرويد وحصل انه ابربت ديسكونتينويشن اوف ثايرويد هرمون ثيرابي، الانفكشن، الاكسبوجر تو كولد تمبريتشر، او ياتروجينيك، هو بيعمل راديشن على الثايرويد فايد جرعات زيادة، شال الثيرويد خالص، الثيرويد سيرجري، دي كلها بريسيبيتيتنج فاكتور للميكس ديما كوما، بريسيبيتيتنج فاكتور للميكس ديما كوما. طيب الكلينيكال بريزنتيشن طبعا بتبدأ من حالات ان هو بيبدأ مستوى الوعي يقل، ليثارجي اب تو كوما، هايبوثيرميا، بيبدأ الريسبيراتوري ريت يقل leading to respiratory failure، هايبو ميتابوليزم، معدل الميتابوليزم بيقل عكس الهايبرثايرويديزم، كل حاجة عكس الهايبرثايرويديزم، فمعدل الميتابوليزم يقل يؤدي إلى فلويد وإلكترولايت امبالانس، يؤدي إلى فلويد ريتينشن، إلى هايبو ناتريميا. الكاردياك افكت طبعا decrease في الهارت ريت والكونتراكتيليتي وديكريس في الكاردياك اوت بوت عكس الهايبر ثايرويديزم، عكس الايه الهايبر ثايرويديزم. طيب نعالجها ازاي؟ انا ما عنديش مشكلة في الهايبر ثايرويديزم، احنا كنا بنعالجها بالانتي ثايرويد دراجز. طب في الهايبو ثايرويديزم هنعالجها بمين؟ بالمنطق هندي الثيرويد، ادي الثيرويد هرمون، يبقى رابيد ريستوريشن اوف تي 3 اند تي 4 ليفلز تو نورمال، ابدا ارجع الليفل بتاع الهرمون للطبيعي، بدي لودنج دوز الاول من الليفوثيروكسين من 300 الى 500 ام سي جي، بيتاخد از انترا فينوس بولس مره واحده، ثم ديلي دوز الى حوالي 1.6 ام سي جي لكل كيلو جرام، ده ايه انجكشن. اللايوثيرونين ده بيتاخد اورال كل 8 ساعات، تستمر في التريتمنت لغايه ما العيان بتاعك يتحسن، وبعد كده نوقف اللايوثيرونين وندي الليفوثيروكسين برضو بس اورال، ندي الليفوثيروكسين بس ايه اورال، يبقى المين لاين اوف تريتمنت هو مين؟ هو الليفو ثيروكسين. تمام، في الاول هنديه انجكشن وبعد كده لما العيان يتحسن نديه اورال، خلاص اسمها الميكس ديما كوم.